في هذا الدرس حبدأ أصلح الموليون اللي أنا ماني شايفها هنا. هذه هي الواجهة الشرقية، عشان كده حروح للإيست إليفيشن. هذه الخطوط اللي أنا ماني شايفها. من الأركيتكشر تاب حروح للموليون، ما حقول له أول جريد، حختار الجريد لاين وأبدأ أروح أسوي بيك على هذا، حينشئ لي الموليون وبيك هنا وهنا 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 آخر واحد. هنا كمان عندي وهنا وهنا، ممكن كمان أنا أضيفه في الثري دي. أنا محتاج واحد هنا، أتأكد إنه كله مضبوط. عندي في الخلف هنا، حتى لو ما حشوفه يعني يفضل إنك يكون شغلك سليم. الحين حرجع لل 3 دي فيو. انا قلت انا مو محتاج هذه الشجرة، حسوي لها ديليت، اظن كده افضل. الحين قبل ما اسوي رندر نهائي وقبل ما اصدر الصورة بامتداد جي بي جي او غيره، اللي برسبكتيف هنا ما عنده سايز، عشان كده حختاره واقول له سايز كروب، وخليني اعطيه سكيل لوكت عشان يحافظ لي على التناسب، وحقول له مثلا هنا 200 ابلاي. كده صار البرسبكتيف عنده سكيل خاص فيه.